بعد ركونها للراحة. استأنفت البطولة الوطنية نشاطها ونستقبل نادي صفاقسي اتحاد بن قردين في إطار الجولة التاسعة. CSS TV كانت في الموعد لنقل أجواء ما قبل المباراة مع الملعبية في النزل. أمبيونس كبيرة في الجروب تأكد أن الفريق بشقوب مباراة طيبة تنال رضا الجماهير واللي تعودت بسلسلة النتائج الإيجابية. مناش في الدراغاو في البرتغال وإلا في البومبونيرو في الأرجنتين. احنا في ملعب الطيب لميري بصفاقس والحدث مباراة الجولة التاسعة من البطولة بين النادي صفاقسي واتحاد بن قردين. الدخلة كانت حاضرة كالعادة في فيراج السي اس اس. الصورة معبرة برشا وتتحدث على عملاق متصدر لطليعة الترتيب وذا هو الهدف اللي حبت عليه جماهير النادي صفاقسي. المقابلة اللي وفات بانتصار النادي صفاقسي هدف مقابل صفر بإمضاء علي معلول اللي نجح في الدقيقة 25 من تسجيل الهدف الأول في المباراة والهدف الشخصي الخامس ليه في البطولة أثر مخالفة مباشرة بالساق اليسرى يسكنها في الجهة اليمنى للحارس علي جمل واللي في الكرة هذه ما يلقاش الحل. انتصار يخلي نادي صفاقسي دائما في الصدارة وعن جدار. اليوم كنا نعرف باش تكون مقابلة صعيبة باش تعطينا دي ديفيكولتي تكنيك يختلفوا على دوتر ماتش سيرتو او نيفو دو لا كرياسيون دي اسباس. اليوم لقينا دي ديفيكولتي باش نقاولي زي سباس لكن هذا مهم برشا انه حتى مومون دي ماتش انا بانيكي ولا انا سي بريسيبيتي ولا طيشنا الكره نو ديغون لي 90 مينوت كنا على ريشيرش دي سوليسيون وهذا سي تري امبورطون وهذا سي تري فور مونتالمون دو لا بار دي جوور انه قعدنا نفركسو على لي سوليسيون وهذا اللي خلانا موجودين في استيراد 90 دقيقة خاصة الشوط الثاني معناتها اتحاد بن قردين حتى كان يقف الاكسيون نتاعو تقف في نيفو دي 20 30 متر الاخرانيين نتاعنا نحن تقعد ديما هذاك لو سكور انا زيرو يخوف انك يمكن تكون على كرة مرتدة على كورنير كما صارت لوكازيون الاخرى نتاع بن قردين اللي كانت اورجو عندي انا اورجو ان شاء الله من غلطه لكن كانت مخطره. اليوم حاولنا نقتلوا الماتش على بكري عملنا اون تام دو ماتش باهيه نعرفوا اللي ماهوش باش يكون ماتش ساهل فيو كو لادفيرسير معناها جا لعب ريغروبي التالي حاولوا يلعبوا على الهجمات المعاكسه لكن الحمد لله معناها ماركينا وقعدنا ماتش كامل نجاريو و جوسكا لا فان معناها اون تي بيان كونسونتري باش خلينا اليوم نربحوا ثلاثه نقاط في بلادنا. نلعبوا في الكوره ماناش نلعبوا ضد فريق برك يظهر حسب المباراه نلعبوا ضد اكثر من فريق وهذا اللي مش باهي في الكوره معناتها الناس جايه معناتها انا قطع النظر على كل شيء مباراه ويزم تتربح على التران اما بدون ما يلزم تكون المفروض فما ناس يلزم تحشم شويه يلزم تحشم وتتحشم على روحها شويه خاطر مش باهي في الكوره اليوم اربح انت وخلي غيرك فهمتني ولا يلعب الكرة على روحه مش تتلهى بغير واحنا النادي صفاقسي اليوم قاعد يخدم وقاعد معناتها يحاول باش يكون دائما في المستوى نتاعه لكن زاد معناتها لازم فما ناس تتحشم على روحها رانا فايقين به هذا اللي نحب نوصله اليوم ان شاء الله المساج يوصل. نادي صفاقسي قاعد يخدم على روحه مباراة صعيبة كنا منتظرين مباراة صعيبة لأن عندنا الأخبار وعندنا الناس وعندنا الموتيفاسيون اللي صاروا الكل وعندنا برشا حاجات نعرفوهم وهذا ماهوش باهي في كورتنا. دون لونسومبل اليوم أنا غاني لو ماتش كيل فاني غاني اثنين أنا غاني أوسي دي زيدي أو نيفو دي جوار كيما لولاي دريمون اللي سون بابتيم دو فو اليوم il n'a pas démérité pour moi il n'a que 19 ans il est son premier match il n'a pas démérité du tout plus le joueur junior
ودخلناه باش يبقى ديما اون كومبيتيسيون مع الجروب باش يبدا لنا حاضر الماتش الجاي. الوغ اون غاني اوسي كو ليكيب اللي فورت مونتالمون وقت اللي تعمل اكسيليراسيون تجيب خطر سيغ لي بال اريتي يرجع نادي سفير سي سناء مخطر انه يماركي سيغ بال اريتي وهذا امبورتون اي اون غاني لو ماتش بور بريباري لي بروشان ماتش ان شاء الله. لقاء بطوله كي الماتشات الكل عندنا سيك اللي لازمنا نتبعوه ماشيين في ثنيه اوبجيكتيفنا ديما للمراتب الاولى انديبوندامون من اسم المنافس اذا تمشي لاي ديبلاسمون يلزمك تربح ان شاء الله. ان شاء الله اقل شيء نجم نقدموه لجماهيرنا وانا نعطيه معناتها فرصه للفريق باش يكون يعوض احسن تعويض للاعب اللي حقيقه اعطاه كل ما نجم يعطيه في المباريات اللي صاروا الكل. ماهوش حاجه سهله باش يتنحالك فالو، يلزمك تجيب انسان في مستوى فالو ولا خير، وهذاك اللي حرصنا عليه. وان شاء الله القدوم نتاع سكري بعد التاهيل نتاعو ان شاء الله يكون معناتها احسن خلف لاحسن سلف. dans la douleur mais bon c'est une victoire quand même, faut prendre ces 3 points très important. C'est sûr ça fait pas partie de nos meilleures performances. On rejoue depuis longtemps, on n'a pas joué, on a eu une longue trêve. Maintenant alhamdoulay c'est le plus important cette victoire pour bien nous relancer. Il nous manque maintenant on a des matchs très importants qui sont à venir. احنا بالنسبه لنا ماذا بين الكره تتلعب ديما على المربع الاخضر والنادي الصفاقسي معناتها ماهوش مستانس بالحاجات الاخرى الكل. ان شاء الله الناس الكل تلعب بروح رياضيه، احنا باش نخدموا على رواحنا ونكونوا حاضرين وجاهزين. قلنا من الاول شنو هي الاهداف نتاعنا، ان شاء الله ربي يوفقنا فيهم، وان شاء الله النادي الصفاقسي زاد ما توقعش عليه معناتها مظالم او بعض الضغوطات الاخرى اللي في الحقيقه ما تعاونش في كورتنا. راك تشوف احنا نقاسيو في برشا حاجات، احنا جاهزين للاشياء الاخرى زاد كيف، لكن ان شاء الله الملاعبيه يخليو في بالهم هذا الكل ويعرفوا اللي اليوم كل انسان باش يلعب قدامه النادي الصفاقسي باش يلقى قدامه يمكن اكثر من 11 ملاعبي في التران، وهذا اللي معناتها لازم ناخذوه بعين الاعتبار سواء اطار فني سواء الملاعبيه سواء الناس الكل. نلعبوا من غير بريسيون، ما عندنا علاش ما عندنا ما نخسروا، ما وعدنا حتى حد بحد شيء، وعدنا الناس الكل ان نكونوا في فريق قوي، قاعدين نعطيو في فرصه للاعبين شبان، هذاك الاهداف نتاعنا، لكن ان شاء الله نكونوا معناتها دائما في مستوى طموحات الجماهير نتاعنا.